سامع سامع عزيزي المشاهد، شوف شوف فرحة حلوة، الفرحة حلوة، فرحة حلوة لجمهور المحلة. لو كان الاسكندرية برضو كنا هنقول الفرحة حلوة. جمهور الاتحاد، جمهور الاتحاد وما أدراك، نجوم الاتحاد وما أدراك. مش عايزك تقول أبدا الاتحاد خسر تزعل، لا 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 لا، الاتحاد فرقة مميزة جدا. وادي ضغط من عبد الغني يخلصها لنفسه، ترقيصة من عبد الغني خطيرة لسه للاتحاد، ماشية الكرة دخلت، دخلت المرمى ولا لسه؟ مش معقول، كابتن طارق بيقول لسه، كابتن طارق بيقول لسه. يا الكرة اللي فاتت، يا الكرة اللي فاتت، دربكة في دفاع المحلة ومجهود كبير من عبد الغني محمد، والله كان هيدخل الماتش في زاوية تانية خالص. برافو فوزي الحناوي، شوف الكرة، شوف الكرة، شوف الكرة اللي اتلعبت. وادي بازوكا بيغلط، ومرة تانية يا عيني عليك عبد الغني، يا عيني عليك عبد الغني. اي 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 على الخط، من على الخط ده. مش عايزه الاتحاد النهارده، النهارده مش عايزه اسكندريه، النهارده عايزه المحله، النهارده الكوره عايزه المحله. واحده في العارضه واحده في الخط. اوعى تزعل يا اسكندراني، ازعل بس ان الكوره ما مشيتش معاك.